ازيكم معكم صوصات فيديو النهارده بيتكلم عن جددت شقتي بكروشيه وعملت حاجات سهله قوي للمبتدئين. يعني انت مثلا مش بتعرفي تعملي فهتعرفي تعملي عشان هي سهله قوي، بس ما تنسيش اللايك والاشتراك. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب مبدئيا كده انا جبت خيط قطن لونه بينك وقسمته على بكرتين. طبعا ظبط ايدي شويه حتى ايديا اتقشرت من كتر ما انا كنت بقعد اسلك كده عشان هو بقاله كتير قوي معايا. المهم ما علينا، المهم ايه نعمل اللي احنا عايزين نعمله وخلاص. المهم ان انا بدات اعمل سلسله. طبعا لو انت مبتدئه وعارفه سلسله فانت تفهميني، لو مش عارفه اي حاجه بقى في الكروشيه تكتبي على اليوتيوب تعليم الكروشيه للمبتدئين وتتعلمي وهو سهل جدا. المهم ان انا باخد مقاس العلبه دي، بس يعني ايه ما بزودش قوي عشان الخيط معايا ساعات بيمتد فببقى مضيقه غرزه او حاجه وهو بيتشد معايا كده كده. شايفين ايديا اتطبقت زي من الابره، بس ما علينا يعني ده اتطبقت مليون مره. المهم بقى ان انا بدات ان انا اعمل حاجه اسمها نص عمود، وبدات ان انا اعمل الغرزه دي وبتسلى يعني، فاهمين؟ شايفين ايديا اصلا عامله ازاي. المهم سيبكم من ايديا وركزوا في الخيط. المهم بقى ايه ان انا بدات ان انا اعمل نص العمود ده، وقعدت بقى ايه طول اليوم اتسلى. يعني مثلا خلصت اللي عليا قاعده بالليل زهقانه بتفرج على التلفزيون وماسكه الابره والخيط، مثلا متضايقه من حاجه او بفكر في حاجه وماسكه الابره والخيط عشان بحس ان الطاقه السلبيه عندي بتقل جدا. غير كده كمان يعني بفصل بقى عن العالم وبركز في اللي انا بعمله ده. يعني انا مستنيه اطلع المنتج اللي انا عايزه اعمله وبركز فيه. طبعا طول ما انا قاعده بقى ايه وبفضل اعمل فيه كده قلت الحمد لله هانت، يعني قربت اوصل للنهايه. وبعد كده انا وصلت للنهايه بالفعل. يعني المهم بعد كده ان انا قفلتها علشان تبقى اسطوانيه على البرطمان او على العلبه الصاج دي. ده علبه لبن بقى، عندك علبه صاص، بس اهم حاجه تكون الحافه بتاعتها ما بتعورش. يعني ما تجيبيش حاجه مثلا تجيبي علبه تونه وحاجه زي مسن كده منها اديك هتتفتح في ثانيه وهتيجي تدعي عليا. لا انت المفروض تختاري علبه ما تعوركيش، تمام؟ المهم بعد كده قفلتها من تحت بقى بالغطا بتاع العلبه. يعني انا مش هرمي الغطا، انا حطيته لونه ذهبي فكان بالنسبه لي فكره حلوه ان انا احطها وكمان اخبي بيها العلبه من تحت، وكمان علشان ما تخربش الحاجه اللي انا هحطها عليها زي دي. مثلا دي صينيه ايكيا ممكن تتخربش لو حطيت عليها حاجه صاج، فالبلاستيك ده برضو بيحمي الفازه وبيحمي اللي تحت الفازه. يعني في كلتا الحالتين حلوه قوي. بجيب بقى الورد من اي حته وبحطه. ده كمان مفرش انا كنت عاملاه حلو قوي على فكره، شفته في شي ان كان ب 60 جنيه القطعه، وده اصلا مكلفني 5 جنيه، يعني خيط قليل جدا. برضو اتعلمته من على اليوتيوب يعني سهله قوي ماشي. كنت عامله منه بقى كذا لون وكده، بس انا بحب اللون ده قوي. وكمان كنت عامله ده حاطاه بقى في مكتبه التلفزيون، ده لونه بينك برضو. ده اتعلمت كنت ماشيه ورا الست، كانت عاملاه كبير قوي، كنت ماشيه وراها بقى على اساس انه يطلع كبير، كنت فاكره انه هيطلع دواسه مثلا، بس انا عشان كنت لسه مبتدئه هي كانت ماسكه اصلا خيط كليم اللي هو خيط تخين جدا وانا ماسكه خيط رفيع، فالاحجام طلعت مش هي بالظبط يعني. بس برضه حطيته مفرش وعجبني قوي. شايفين التفاصيل؟ انا كنت فنانه قوي. بس عملت بقى ده، انا شفته على بنترست ده شكله الاصلي، واتعلمت الغرزه دي اسمها غرزه الصدفه، سهله قوي. بس للاسف الخيط بكفاش قوي، فكنت بقعد يعني عارفين بحايل في المفرش ان هو يتعمل. حتى كنت عايزه اعمله لترابيزه الانتريه، بس هو يا دوبك جه على الجزامه. ويعني بصوا انا ممكن اجيب خيط من ده تاني بس اعمله بقى بحجم كبير بقى كده ايه، ويبقى الخيط متوفر معايا. بس يعني كنت بتسلى برضو، وطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا طلع صغير كده، بس على فكره شكله في الحقيقه حلو قوي. يعني طلع في الفيديو على فكره شكله وحش بجد، لكن هو في الحقيقه طلع والله شكله حلو وشكله جميل ويقيم كده وراقي، بعيدا عن الشراشيب الصغننه ده. لو جبت خيط بقى اشيل الشراشيب دي واحط شراشيب كبيره، لان يعني الخيط يعني ما كفاش. ده بقى خيط صوف، كنت عامله غرزه اسمها غرزه الجراني. دي اسهل غرزه يعني في المربعات والوحدات والكلام ده، برده هتعرفوا منها من على اليوتيوب طريقتها سهله جدا. يعني ده بقى خيط عندي بحبه لونه قوي، هو يعني رمادي على ابيض كده. فممكن تقولوا لي ممكن اعمل بيه ايه، وما تنسوش اللايك والاشتراك وقابلوني الفيديوهات الجايه. ويلا باي باي.